بالأمس الناس تهيفتت على أبواب الأفران، يعني كانت عم تطلب خبز ويلي هو من أبسط حقوق الإنسان أنه يكون في مي وكهرباء وأكل وعلم. اليوم اللي صار مبارح مخيف جدا ومش مقبول أبدا. اليوم منطالب من هون من الفقرة الاقتصادية من منبر الاقتصادي بتلفزيون لبنان الرسمي، منطالب المسؤولين بتشكيل حكومة وبالعودة لضمير رحمة ورأفة بأطفالنا بشبابنا بمسنينا. واليوم أي شخص منا من حقه أن يكون عنده حياة كريمة وبيعيش ببلد مثل لبنان. معي اليوم الفقرة الاقتصادية بروفيسور مهنا، أهلا وسهلا فيك. أول شيء أكيد مو عيب، وهذا بس ما بيلفت إلا لشغلة واحدة وبيأكدها، إنه نحن في سلطة اليوم للأسف، يعني في ضياع، في غير كفاءة، في عدم كفاءة موجودة. بما إنه حضرتك مستشار للبنك الدولي سابقا، عندك خبرة، اليوم نحن شو فينا نعمل؟ هل بعد فينا إنه يكون في خطة سريعة، يكون في أي شيء نقدر نساعد فعلا الناس اللي عم تمرق فيه؟ ستنا لكون موضوعي وما أخبر إخبار مثل ما بنسمع أيام كتير هيك خطط اقتصادية. اليوم الخطة الاقتصادية ومالية ما بقى تنفع بهذا الوقت الحرج. اليوم بدنا قرار سياسي، اليوم بهالدقيقة قبل بكرة يتشكل حكومة بعيدة عن النكيات والمناكفات الصبيانية اللي عم نشوفها، وخاصة سمعناها على العلن امبارح كل ما قالها خرقت شرخ أكتر وأكتر على أمور شخصية عيب واحد يحكي فيها مستحي حسبنا. صرنا اليوم بمرحلة لازم يكون في حكومة، ما بيهمني شو، ما بيهمني لمين، بيهمني تنال الموافقة والثقة تبع المجتمع الدولي اللي هو الوحيد اليوم قادر ينقذنا ماليا واقتصاديا. هذا لكن خارطة الطريق واضحة، حكومة اقتصادية تنال ثقة المجتمع الدولي واحد. هلا هون يمكن في سياسيا ما تناسب الوضع، بس هذا هو الحل الإنقاذ الاقتصادي الوحيد. لكن أول مدخل سياسي، اثنين بنقعد على التفاوض مع صندوق النقد، بيصير في حزمة، يعني بيصير في مساعدة مالية مشروطة ضمن إصلاحات من إعادة هيكلة مصارف لبنان والمصارف وضخ سيولة فريش، يعني عملة أجنبية ضمن شروط إصلاح الكهرباء والاتصالات والمرفأ وكل باقي القطاعات. إذا نحن بدنا ندلنا حاطين عصب الدوليب، وبدنا نحن ما بدنا المجتمع الدولي ولا الاي ام اف، ولا بدنا نتعاطى بحكومة تنال ثقة دولية، يعني العين عم بتقاوم المخرز. يعني نحن اليوم رايحين على تغيير، يعني يمكن يكون في نية مقصودة انه دمار الهيكل على رؤوس الجميع من هالكم واحد اللي عطين السلطة، واللي هني تجي يشيلوا التهمة عنهم. يمكن ما بدي، يعني ما بدي، عم حس انه هالشي مقصود،